بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس السادس مادة الدراسات الإسلامية قسم التوحيد للصف الأول الابتدائي بعنوان الإسلام هو الدين الحق. الإسلام هو الدين الحق، دين الإسلام الدين الحق، يعني أي دين ثاني الآن لا يكون حقا، وإنما الدين الحق هو الإسلام. أنا مسلم ألتزم بدين الإسلام. أنا مسلم ألتزم بدين الإسلام. قال الله تعالى، عشان نشوفه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني اللي يريد دينا آخر غير دين الإسلام لن يقبل منه هذا الدين، وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني يوم القيامة يخسر ويدخل النار. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لن يقبل من أي إنسان غير دين الإسلام بعد مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحافظوا على هذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، يعني تدعو من الله والذي يقلب القلوب أن يثبت قلبك على دين الإسلام. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حفظناه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني على دين الإسلام. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اسمعكم انتم بتقولوه، ايوه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اكملوا الاسئله. ادعو الله تعالى ان اتمسك بدين الاسلام، ان اتمسك بدين الاسلام. الدليل على أن الله لا يقبل غير الإسلام دينا قوله تعالى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ممكن هنا اهو كده اهو تكتبوها فوق. فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى أدعو الله تعالى أن أتمسك بدين الإسلام، الدليل على أن الله لا يقبل غير الإسلام دينا قوله تعالى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تمام، خلصنا. فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وختام أذكركم بأن هناك قائمة للصف الأول رياضيات، قائمة علوم، قائمة إسلاميات، قائمة لغتي. لا تنسوا اللايك والاشتراك والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.